طبعا بعد ما توقع كل الاهداف هتضطر تروح لحد الهدف مره ثانيه وتفرد الهدف بنفسك. نيجي بقى بعد كده للنوع المفضل عندي بين كل الاهداف دي، واللي هو النوع ده. النوع ده فكرته بسيطه وشبه الهدف الدوار، ولكن في ميزه: كل مره بتضرب فيها هدف اللي تحت دول، الهدف بيرجع ويقف على الحديده اللي فوق. بعد ما تخلص كل الاهداف وتخليهم كلهم يقفوا على الحديده اللي فوق وتيجي تضرب الهدف الاخير، ده اللي بيحصل. كل اهداف ترجع تتفرد مره تانية بنفسها، وبس بتفضل تضرب الاهداف اللي تحت تقف على الحيده اللي فوق وتيجي تضرب الهدف الاخير ينزله مره تانية، وبتفضل تعيد العمليه كذا مره. فعلى عكس الهدف الدوار، بدل ما انت كل شويه تروح تفرده، انت ببساطه بتضرب على الهدف الاخير بينزلك مره تانية وانت في مكانك. ميزه الاهداف الحديده ممكن تستعملها اسبوع، شهر، سنة، سنين، بتعيش معاك العمر كله تقريبا. ممكن بس الوقت التاني تحتاج تجددها وترشها ببخاخ الوان عشان ترجع جديدة زي ما كانت. والاستيكرات دي بقى انت بتستعملها على الاهداف الحديدية من وقت للتاني. وبالمناسبة الخامة اللي مصنوع منها الهدف ده احسن بكتير من الهدف الدوار. وزي ما انا قلت الهدف ده فيه منه احجام اكبر بكتير. طيب انا حاليا خلصت كل الاهداف اللي قدامي